تم تجنيده إجباريا. هو رسول الثورة الجزائرية، كان مبحوث عنه بشكل نادرا. أول مجاهد يتلقى وفق احترام سلم الترقية. أبينا مش خونا ولا أنا صديق ولا حاج مسؤول. السي الأخضر بورقعة بطل من أبطال تاع الثورة الجزائرية. في قرية العمارية بولاية ألمدية 80 كيلومتراً عن العاصمة الجزائر، ولد الأخضر برقع في 15 من مارس عام 1933. نشأ وترعرع في محيط ثوري. رائد الأخضر برقع رجل من راعي نوفمبر المجيد، ويعني مجاهد مشهور عنه كثير من الفضائل. مواطن جزائري من عائلة بسيطة، ولد في بيئة مقاومة. واحد من رجالات الثورة الذين تدربوا بحكم الخدمة الإجبارية في عند الفرنسيين والتحق بالثورة، وكان يعني سي الأخضر في وسط مناضلين، منهم طيب الجغلالي وهو أحد الشخصيات البارزة في حزب الشعب الجزائري، وهو في نفس الوقت إمام، وهو يعتبر من المعلمين لبورقعة. هذا الأرض تفكر الطفولة تاعي، نتفكر الجيران تاعنا اللي ما مش موجودين دور، نتفكر بعض الرجال المعلمين اللي كانوا مرشدين وبعض المجاهدين القدماء. هذا هو الشيء اللي نذكره لما نجي لنا. سيد أخضر ولد في مرحلة 33 كانت الحركة الوطنية تطالب بالاستقلال وتتنظم في ذلك يعني الوسط، هو لم يكن من المثقفين. أنا ما كنتش عضو بارز في الحركة الوطنية في المحيط وين عشتنا. طبعا كانت تنشط منذ الربعينات، نشفى على الحركة الوطنية، نشفى على الحزب الشعب، وتربينا في هذه البيئة. كان شاهدا على عناء وعذاب يعني أمته ومحيطه. وكان يسمع في عائلته قصص من جهة بطولات التي لم تنجح في التحرير واستشهاد يعني الجزائريين، ومن جهة أخرى بشاعة ما كانت يقوم به الاستعمار وهو في جلده. وبصيفتي أنا نتكلم كبدوي أعيش في البادية، نشفى اللي كانوا يتبعوا السياسة، واللي ما يعرفش يقرأ يشري جريدة، يروح يشري جريدة ويشوف واحد يخلص له قهوة ولا حاجة ويقول له اقرأ لي. الشيء اللي نشفى عليه في سنة 52 أو في بداية 52، ما نشفاش على الشهر طبعاً، كانوا جماعة عنا في القرية اللي عرفناهم بعد، واحد منهم ديدوش مراد. برقعة كان شاهداً على أحداث هامة، فقط مثلاً على سبيل المثال في أول ماي 45 كانت يعني فرنسا اغتالت في مجازر أول ماي بالجزائر العاصمة، وثمانية ماي بسطيف يعني وقال ما
خاصة عندما نيجيلان قتلوا في قريته العمرية شامبلان وكذلك في ديشمية قتلوا مناضلين جزائريين يعني عند في انتخابات قطاعية. كان في أبريل 14 سنة 47 سنتر 47 صاروا الانتخابات هذاك الوقت وين الحركة الوطنية أعضاء الحركة الوطنية كانوا تقدموا الانتخابات انتخابات نجلة وقع النقاش باللي ما بين زوج قريات باللي التراب هذاك تاعنا المزرعة نشفى حتى المعمر هذاك أو المدمر كما يقول مولود قاسم يقول له وليد فيرا واحد يقول له وليد مان وكل قرية يقول له هذاك الفيرما كان تاعنا تاع جدودنا وضربوا بيناتهم على أساس بعد الانتخاب راح نستقلوا طبعاً نصار الانتخاب يوم الحد باش يحسبوا باش يديروا الديبويمون تاع الانتخاب ما تفهموش دخلوا الجدارمية دخلوا كتاب بدأ الضرب ها اللي بدأ الضرب بدأ الرصاص طبعاً ماتوا ثلاثة هذو لأول مرة احنا نشوفوا كنا صغار شوفوا واحد يموت برصاص. السلطات العسكرية ألغت تلك يعني الانتخابات وألقت القبض على العديد من المناضلين وكان مثلا بورقعة شاهدا على حادثة حيث تنقل إلى تلك القرية عند جغلالي الشهيد ديدوش مراد وهو من ستة الذين فجروا الثورة كان شاهدا على محاولة الإلقاء القبض عليه ورأى بعينه وهو يحكي القصة جيدا. في يوم من الأيام مشينا باش نجيبوا الجورنال اللي كان باش نجيبوا عنده الجورنال كان تاجر يمشي يدير الأسواق ما صبناش المرافق تاعي اللي يقول له بن يوسف بن سعد حب يجتهد كيما صابش الشرون حب يجتهد مشى للكيوسك تاع باش يشيل الجورنال في البرواقية كاين واحد العجوزة عندها كيوسك واحد بصح ما يعرفش الجورنال واش سمو لقى باقي تاع الجورنال باقي شراهم الكل هذيك القورية شافته خزرت يعني في الهيئة نتاعو بدوي جاي من القرية بالداب نتاعو قبضوا هذا بن سعد بن يوسف كي قبضوه جاو خبروا في الليلة هذيك داو ديدوش مراد خرجوه من القرية باش يدوه للمدية حوالي 30 كيلومتر الحق للمدية في واحد البلاصة هكذا معروفة هو جاي يركب في الكار نقزوا عليه الشرطة ديدوش مراد كما يعرفوا الناس كان سبورتيف طلق لهم كان عنده قشابية حلس القشابية وهرب خلص بيته وهرب سي لامباس الحق جرى تم اللي حكموا ديدوش مراد أدى الخدمة العسكرية الإجبارية قبيل الثورة في وحدة نخبة القناصة للجيش الفرنسي لم يكن هو منتمي للجيش الفرنسي وإنما كان يعني ضمن التجنيد الإجباري الذي كانت يمارسه المحتل الفرنسي على أبناء الشعب الجزائري رغم إرادتهم وإحنا كنا في اللاج تاعنا 16-17 سنة كنا نقرأ في القرية في الجامعة تاعنا في يوم من الأيام حرشونا على واحد شامبيط ويدور وحده في السوق ويدير البروسيات للناس كنا في خمسة هذا واحد يقول له طهراوي واحد يقول له زكراوي وطهراوي هذا زوج ولاد عم احنا درنا له الكمين هذاك باش ندولو الكابوس طهراوي عبد القادر هذا هو الشيف تاعنا احنا في خمسة والشامبيط هذا عنده عين عمياء عنده عين واحدة برك طبعا تخبينا له في الدالية هذا عبد القادر اللي كان مسؤول علينا جيدوكا شوية قلنا انتم جيت العين العمياء في ثلاثة نرموا التراب في العين الصحيح وهو يجي من جيت العين العمياء ينقز يدير له كروشبي باش نحولوا الكابوس كي طيح هجمنا عليه ما عندوش الكابوس داير غير الجو هذاك والكابوس ما كاش
طبعا من ثم جاوا يحوسوا علينا، خرجت الهضره. هما ثلاثه راحوا تونس، راحوا وابي، ما داونيش الحبس ولكن داوني الخدمه، الخدمه العسكريه. في الحقيقه برقعه تم تجنيده اجباريا مثلما تم تجنيد كل يعني ما عدا ديدوش، الباقي سويداني بوجمعه، بن بولعيد، كلهم بن بلا، كلهم يعني تم تجنيدهم في الجيش الفرنسي واكتسبوا خبرات قتاليه وظفوها بعد ذلك. افريل 54 راني شافي كان رمضان، شهر رمضان. بهذه اللي رحت قدمت العسكريه، رحنا لفرنسا قدمت في بريانسو. احنا كنا 10 جزائريين في كي نروحو نديرو لانسريكسيون ندربو، يدونا للتير باش نتيرو. كان هذاك الوقت الحرب في الهند الصينيه في الاندوشين. كي نروحو للتير كاينه السيبله وين تضرب، حنا تفاهمنا بلي نضربو اكوتي. كنا ظانين بلي اللي يشوفوه يتير مليح يدوه الاندوشين، وهي ما حنا ديزابلي ما يدوش ليزابلي. الانستركتور تاعنا اللي كان المدرب تاعنا هو كابيتان حكيم لبناني. في يوم من الايام رحنا للتير، كاين واحد يقول له مشماش عبد القادر، هذاك بينها بزاف ما يضربش شق السيب، لا يضرب بعيد. ضربه واحد النهار قال له هذه تسيبها، يعني كي تتعلم راك تسيبها. ليله 54 اندلاع الثوره، بالك الزوج تاع الصباح ولا، هو اللي جنوضنا. كنا في بريانسو وهدر مع مشماش هذا، قال له يا مشماش ما قلت لكش تسيبها؟ قال له واش نصيب؟ قال له هاي الثورة. نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان وتوضيح الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل، إن هدفنا هو تحقيق الاستقلال في إطار الشمال الإفريقي. هي الثورة الجزائرية بعنفوانها هنا في هذه الجبال لعلع الرصاص، واستشهد الأبطال ليعلو صوت الجزائر. الاجتماع تاع 22 لعين 6 مسؤولين ونذكرهم، يعني كان اجتماع 22 خرج بهذه المسؤولين. شكون كان التقسيم؟ كان كمناطق، منطقة الأولى تعين بن بولعيد، منطقة ثانية ديدوش، منطقة ثالثة مازال ما لحقتش لأن كان مسؤول تاعها كريم، ولكن من بعد المنطقة الرابعة كان بيطات، المنطقة الخامسة بن مهيدي، والصحراء كصحراء يعني كان هذا علي ملاح سي الشريف. الأخضر بورقها بالفعل هو رسول الثورة الجزائرية لأبنائها ولأجيالها ولأبناء أمتنا العربية. لقد تعرفت من جديد على الثورة الجزائرية من خلال الأخضر بورقة، بل حتى أنه مفكر سوري معروف اللي هو ميشيل عفلق يقول الثورة الجزائرية مفاجأة العربي لأنفسهم ومفاجأة الأمة لنفسه. وبالتالي الثورة لأنها كانت ثورة يعني أصيلة وصادقة وشاملة وشعبية. كنت شابا في المرحلة الإعدادية وطلب منا أن نكتب قصصا قصيرة. اخترت لأول وآخر قصة كتبتها في حياتي عنوان من وحي الأوراس. أنا في مباراة في إلقاء الشعر فزت بالجائزة الأولى لأنني ألقيت قصيدة عن جميل أبو حيرد. أول المظاهرات التي اشتركت فيها كانت مظاهرات داعمة للثورة الجزائرية. السي الأخضر جاء إلى الثورة بإرادته، ما كان شاباً
وكان فوق ذلك كله كان يعني مدربا وما إلى ذلك. يبرز المجاهد سلخدر بورقع والذي سيصبح لاحقا أحد أبرز القادة الرئيسيين لها قبل أن يصير في خضم الأحداث المتلاحقة مسؤولا عنها، ليصنع مع قادة آخرين فصولا ملحمية بوأته لأن يكون أحد أبرز رموز الكفاح الوطني في الجزائر. المسار الأول هو جندي بسيط، ثم كيف ترقى إلى أن أصبح واحد من أركان الولاية. هذا المسار إذا اختصرت نقول أنه أول مجاهد يترقى وفق احترام سلم الترقية. جاء وهو له خبرة عسكرية ميدانية وخبرة بالسلاح وخبرة يعني بالحياة الصعبة، الضنكة التي يعيشها المقاتل في ظروف قاسية في كل الفصول. الخدمة العسكرية كانت تقريبا 3 سنوات وقتها، وبدأ يناضل في هذه الولاية التي لها تاريخ في الحق. الثورة انطلقت فيها عمليا في 56، ثم إنه كان يعرف طريقة الجيش الفرنسي في كيف يعني في الميدان، ما هي خططه، ما هي تقنية تكتيكه، ما هي استراتيجيته في الحروب. النهار اللي خرجنا تلاقيته بربعنا في الجبل، وبالتالي الرجل لم يكن جاء هكذا خالي الذهن. المجاهدون الجزائريون اعتمدوا تنظيماً ثورياً معقداً، ركيزته تقسيم عدد من المناطق إلى ولايات تتوزع إلى خلايا، بينما تعتبر الولاية التاريخية الرابعة عصية على العدو الفرنسي. المنطقة التاريخية الرابعة أو الولاية الرابعة فيما بعد هي أقرب منطقة إلى مركز العاصمة، وبالتالي كانت كل القوات الفرنسية والقيادات السياسية والاستخباراتية والإدارية وما إلى ذلك متمركزة على الولاية الرابعة، ضغطا متميزا من قبل المحتل. على الولاية الرابعة كانت تسمى المنطقة الرابعة، وكان على رأسها بيطت. المنطقة الرابعة كانت تنقسم على ناحيتين، العاصمة كناحية والمتجه والساحل كناحية أخرى. عرفوا بلي هذه المنطقة نتاع الولاية الرابعة هي الوسط تاع الجزائر، ولما نشوفوا وين كانت الجيري إيتيل، يعني وين كان المعمرين بزاف، وين كان المواطنين الأوروبيين بكثرة في الجهة اللي فيها فايدة اقتصادية. المساحة نتاع الولاية الرابعة 75,000 كيلومتر كاري، كل سنتين نديروا التقسيم. علاش نديروا التقسيم؟ على حساب كثافة العدو وبناء المراكز المقدمة، يعني لي بوست افونسي، الروغروبمون تاع الشعب، تجمع الشعب في المحتشدات، يعني عزل الشعب عن الثورة. طبعا احنا نديروا التقسيم باش كل المناطق، كل التقسيم الإداري الجديد يكون عنده منفذ، يكون عنده منفذ للشعب، وين كاين الشعب ولا مدينة ولا كذا. في أول نوفمبر قامت الثورة، وواجب الجهاد راه ناداني، يا نايم يكفيك، قوم معود بكرة واسمع للأذان وآي القرآني. وطنك المريض يلزم له يبرا وتشفي له الأجراح مرضو دخلاني. جامع كشاوة وتاريخ وعبرة، واصبح للناقوس لا للأذاني. تولى سيلخدر بورقع قيادة الكتيبة الزبيرية
التي ذاع صيتها فيما بعد لبسالة رجالها وحنكة قيادتها. كانت تسمى الكتائب على اسم شهداء، سي زوبير، زبيرية، حمدانية، حمدان إلى آخره. كان عندما يستشهد من أجل شحد حتى الشهيد، كما قال محمود درويش: سقطت أمامك فالتقطني واضرب عدوك لي. عندما يسقط الشهيد يصبح ذخيرة. كتيبة الزبيرية قادها سيدي خضر بورقعة بذكائه وبساطته. هو يعرف سيكولوجية المجتمع، وكذلك تمكن من اكتساب خبرات عسكرية، وبالتالي تمكن ببضعة عمليات أو يعني بكماء من قلب السحر على الساحر. احنا الكاتب وشني مجموعة مجاهدين، كاتبة توصل 140 130 خطرة أكثر خطرة أقل. كاين رئيس الكاتبة، كاين النائب نتاع رئيس الكاتبة، كاين لي شيف سيكسيون، رئاس الفرقة يقولوا لها، كاين الكوميسار بوليتيك تاع الكاتبة، وكاين الرانسيليماي ليزول الإخباري، وكاين اللي يتكلف بمحو الأمية، وكاين اللي يتكلف بالرياضة. قبل ما ندخل الكاتبة الزبيرية كنت نخدم اتصال. كنت صغير، كانت في عمري 15 سنة. هو حاطنا كي ولاده، وحنا والله ما نشرب الدخان قدامه، نحشمو من النور. سي الأخضر أبينا مش خونا ولا أنا صديق ولا حاج مسؤول. خدمت الخطر الأولى كونتاكت، بعدين كي شافوني قافز وكذا دخلت للكاتب الزبيرية. ومن عدد سي الأخضر يخلي سلاحه ويروح عند المجاهدين، واش راكم واش خصكم. عنده خوه الله يرحمه يقولوا له ربح الدزويت، هذا ربح الدزويت مسكين سركلاته فرنسا، جابوا له امه ابيه زوجته ولاده وقالوا له سلم نفسك، قال لهم انكم رجال خلوا العائله وحدها لهي، والله لا حتى قتلوه في الطيارات. سي الاخضر معانا، اولي قام، انتم قعدوا هنا وانتم قعدوا هنا وانتم كي تسمعوا رصاص بداو تضربوا. حتى شي راجل كان تكتيكي وشجيع وينجح وينجحك. أما لا، قال نهجموا عليهم وكي نهجموا عليهم فلربما يعرفوا باللي راه كاين جيش، يعرفوا باللي كاين مسلح، عندهم سلاح، عندهم نظام. درنا كمين ويشرب عليه سي الأخضر، وكان النايب نتاعو سي رمضان بصبع، يعني خاطر شي العسكر بزاف كاميرات بزاف، ودينا فيها الأسلحة، يعني فيها الأسلحة. المعارك التي قادتها كاتبة الزبيرية يعني فقدت كثير من أعضائها، يعني نحن ننسى في التاريخ يعني المعركة ليست متوازية، عندما نأخذ مونغورنو إبادة. وقضت مضاجع المستعمر بسبب العمليات الجبارة التي قامت بها، مثل معركة مونغورنو التي أسقطت فيها 3 طائرات للعدو. نحكيكم القضية تاع البداية تاع المعركة تاع مونغورنو. البداية قلت لك جت الكتيبة العمرية والحمدانية والزبيرية والكوماندو تاع المنطقة. تلاقينا في 12. احنا ما عندناش فيلق، ولكن قلنا كي تلاقينا بالمناسبه نعطوهم اسم فيلق، ولازم تعين القياده نتاع فيلق. على من نسميوه؟ بوم بالعيد، واحد اقترح سوداني بوجمعه، واحد اقترح العربي بمهيدي، اللي كانوا معروفين هذاك الوقت اللوموز. قال تعرفوا كيفاه؟ هيا نديروا الاسماء تاعهم ونجبدوا. قال جبدوا بمباديس.
فيلق بن باديس. لما تلايمنا الفانتويت ولا الفانت ناف مشويتش ديسمبر سلك لونا وقعت المعركة في ولاد بوعشرة جنوب المدية ولا شمال قصر البخاري قرية في الجبل فوقع الحصار وقعت المعركة. الحصار الأول ملعدو طاحوا زوج طيارات واحدة طاحت صحيحة يعني طاحت في الواد هكذا كيسجر واحدة طاحت واحد 400 متر عليها تيرور واحد نشفى يقول له الطاهر ما بدلش لا بوزيسيون تاعو ما بدلش حتى السرجور بيكات الأخرى ضربها جابها شفتها تعرف الجنود من الفرحة هذيك هبطوا وين طاحت الطيارة هذيك صحيحة الموسبلين اللي كانوا تم المجاهدين اللي كانوا تمايا الميليسيو هذاك جابوه كاع شافوا لي باند هذوك تاع الكرطوش لاحظوا باللي الكرطوش تاع الطياره تي 6 هذيك حنا نعيطوا لها جاكوار لاحظوا باللي الحب اللي تضرب به الطياره هذيك 7.5 هذا عندنا 5 سلاحات يضربوا به حسبنا من بعد 18000 حبه تاع ميليسيو من لي باند هذوك الفرحه هذيك تاع الاخر ما بعدناش طبعا تلايمنا في الليل خاطر رانا ربع كتايب تقريبا ربع كتايب غدوه من داك السبعه غربه الضربه هذيك تاع الاولى تاع الطيارات زادوا حاشروا يعني السيركلاو المنطقه هذيك وجاو رانفور ساور واحد الطيران اللي يلعب دور كبير والارتيري قبل 28 ديسمبر 58 في هذه القمة اللي من ورانا اللي طاحوا 178 شهيد من 7 نتاع الصباح حتى 8 نتاع العشية سنوات عجاف عاشت الثورة الجزائرية مع قدوم الجنرال ديغول إلى الحكم ورميه بكل ثقل عساكره وآلة الدمار الفرنسية الغاشمة لخنق الثورة الجزائرية عبر مخطط الاسطوانة الضاغطة لا يزال الرائد سيلخضر بورقع يتذكر السنوات العجاف لما جا دوغول اختار مجموعة من الجنرالات معروفين واللي كان اختارهم بمقاييس يعرفها هو كرجل تجربة ورجل حرب أعطالهم المشروع وحدد لهم الوقت بالتقريب ما بين 2 و18 شهر وأعطاهم كل الإمكانيات باش يقضوا على جيش تحرير ولا يضعفوه انتهت المرحلة هذه 18 شهر النتيجة كانت سلبية كان هذا المخطط محضرينه بالميل حق دوغول دوغول كعسكري قبل ما يكون رئيس جمهورية هو اللي أعطى الوسائل المادية والعسكرية باش يقوموا بهذا اللي كان موجود في كان مزود موجود في الكاغت في الوثائق اشتباكات بالنسبة للولاية الرابعة وحتى الجهات الأخرى اشتباكات عنيفة كبيرة اللي كان لأن جيش التحرير كان موجود بالنسبة لنا احنا الولاية الرابعة الجهة تاع الورشانيس اللي كنا حاضرين فيها اللي كنا عارفين جيش لما من مخطط شارع بدا من الغرب الولاية السانك الجماعة جاو عندنا انسحبوا احنا نقولوا ذاك الوقت انسحاب في الحقيقة الثورة أسقطت الجمهورية الرابعة وجاء دوغول
جاء دوغول بعد أن اكتشف في الجزائر البترول سنتين، وبالتالي عندما جاء دوغول جاء بانقلاب، بانقلاب ولم يأتي ديمقراطيا. دوغول عندما جاء جاء ليحافظ على الجزائر الفرنسية، والمحافظة على الجزائر الفرنسية كان لزاما عليه أن يقضي على ثورة. عندنا في الولاية الرابعة عطونا ربع عمليات متتالية، 21 أفريل 59 حتى الجان في 60 باش مجلس الولايات وقت يديروا اجتماع مع قادة المناطق. في الاجتماع هذاك وقع تقييم، نتذكر كان 2200 أور دو كومبا. كان الضغط على الولاية الرابعة ضغطا متميزا من قبل المحتل، فكان على المجاهدين وكان على القادة وكان على المسؤولين الثورة أن يقاتلوا على أكثر من جهة وأكثر من جبهة حتى تبقى جذوة الثورة مستمرة. وأعتقد أن السي الأخضر برقعة استطاع أن يتأقلم مع كل هذه المراحل ومع هذه التحولات. 3 ماي 58 طاحت الجمهورية الرابعة وجاءت الجمهورية الخامسة وجاء على رأسها دوغول وطلب المادة 16 في الدستور الفرنساوي، يعني بلان بوفوار، الصلاحيات كل الصلاحيات. جاءوا طلقوا المناشير في الجبل، نشفع على منشور واحد من جهة فيه التصويرة نتاع دوغول بالزي نتاعو هذاك، مناشير اللي يدخل به العاصمة باريس بعد انتصار الحلفاء على الحرب، ومن جهة فيه لي سيباسي. لي سيباسي هذاك واش يقول؟ يقول بريزونتي ساو فورس دو لوردر دوغول او بوفوار، ولا دوغول او بوفوار بريزونتي ساو فورس دو لورد. أكبر المجازر العوفية يعني الإبادات وقعت في هذه المناطق، شلف، مدية، المحاذية للعاصمة، المحاذية لمتيجة. أحمد درسران حاج حمدي اللي ذكرته لك الشعر صد البوعلام وصديق، هذا قال له أسي بوعلام هذا المنشور لازم ترد عليه أنت. فشوية من بعد جبد كارني تاعو، عنده كارني، صور تيرة تاع فوتبال ستاد، مرمى فيه لفلان ومرمى فيه دو كاريكاتور، زوج تصاور تاع دوغول حراس البيت، ومن الجهة تاع لفلان جبهة التحرير لابس قشابية كيما الآخر ويضرب الكرة، واحد طاح هكذا يعني تيم تاع اللي مثل دوغول، واحد طاح هكذا والكرة دخلت في الوسط، ويكتب من الفوق كتب ان جول ودو جول لو بيتي سورا ماركي، يعني تجيبوا دو جول ولا زوج يعني لا فلان يماركي البيت. هذه نشفيت عليها مليح. في جويليا 1961 ينتقل وفد من قادة الولاية الرابعة سراً إلى باريس للقاء الرئيس شارل ديغول الذي حاول اختراق صفوف الثورة والترويج لمخططه. هي القصة الكاملة والتراجيديا كما يرويها من عايشها. سي صالح وسي محمد بنعمة اللي كانوا زوج هما في الولاية برك بعد استشهاد سي محمد، فكروا باش يعاودوا نفس المشروع نتاع العقادة اللي اجتمعوا في الولاية الثانية وما نجحوش، ويحاولوا كيفاش يقترحوا على الحكومة ولا على القيادة تحرك الحدود وتلقى حل الإمكانيات للتسليح والتموين. اتصلوا بالحكومة قال جاوبوا وش هو الموقف تاعكم، احنا رانا دواخلات هنا. بعد السي صالح زوج الكوماندا بوشمع هذا وكوماندا حمدي مشاو باش يتصلوا بالولايات الاخرين، في الطريق سمعوا دوغول دار خطاب. Les hommes de l'insurrection
ont combattu courageusement. Que vienne la paix des braves. Et je suis sûr. Fahmou bih fi ishara al-tafawud. Fawallawm al-tariq. لأن أنا كنت مكلف باش نتبعهم يعني وين وصلوا وين ويتكاتبوا مع السي صالح اللي كان رئيس الولاية ولهذا كنت نتواصل معه. طاعت للأسف الشديد مجموعة أو القيادة من درجة أولى في الولاية الرابعة التاريخية أن تنطلي عليها هذه الحيلة الدوغولية، ربما أخفوا على بعض على باقي القيادات من الدرجة الثانية من أمثال سي الأخضر برقعة وسي حسان. اتصلوا برئيس المنطقة اللي كان، أنا كنت أحد النواب تاعو، رئيس المنطقة اللي يقولوا طلبة، فطلبوا منه باش يلقى لهم كاش واحد متوظف ماجيسترا يتعاطف مع سياسة الدوغول يعني، دار له اتصال مع ماجيسترا يقول له مزيغي. هؤلاء كانوا ناقمين لأنهم يأسوا من الحكومة المؤقتة، ولكن من جانب الداخلي تعب الكفاح، لم يصل السلاح، وكانت القيادة في الخارج لم تكن تعاني زيادة من 56 57 دائما مشكلة تاع السلاح مطروح. وهنا الخلاصة الثورة في الداخل كانت تحس روحها معزولة منسية. البلاص اللي عيطوا لي وشفتهم فيه غير مأمون بالنسبة للقادة تاع الولاية، دخلني شك ما دخلني شك. الحكسي محمد قلنا له طريق مكاش وشكينا حاجة ماهيش في بلاصتها، قلنا واش كاين؟ قالنا البارح شفنا دوغول. Mesdames, messieurs, ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole et dans la في جوان جوان 1960 استقبل جنرال دوغول ثلاثة من قادة الولاية الرابعة وهم سي صالح محمد زعموم، جلالي بن عامة سي محمد، والأخضر الرائد الأخضر بوشامة من الولايات، وبالتالي استقبلهم من أجل التفاوض. أهم شيء يمكن الحديث عن الولاية، الولاية وقعت فيها سلم الشجعان، وبالتالي كانت الولاية هذه تواجه صعوبة كبيرة لأن فيها ولدت الثورة، منها ولدت وفيها انتعشت وتوسعت، وبفضلها أعتقد أنها انتصرت في الأخير. ولم يكونوا في الحقيقة استقبلهم دوغول، ثم قتلهم دوغول في الحقيقة. لم يقدموا تنازلات، وهذا هو الشيء المهم، فهم أرادوا أن يوصلوا يعني صوتهم ورأيهم ورأي الثورة في الداخل إلى الخارج، ولكن لم يتنازلوا. دوغول مناور يعني استخدم هذه الورقة يضغط على الحكومة المؤقتة على أساس إن لم تقبلوا بما أتيت به فيمكن استغلال التناقضات الداخلية. ظل بورغع الذي تفطن للحادثة بين نارين، ولكن قانون الثورة عصي على الرجال. أول قرار اللي خذاه نمشي أنا وبو سماح هذا للجماعة وين كانوا باش نجيبوهم. دروك هاو عنا إن كونفيرتور، لقينا زوج مشاو وبقى واحد اللي هو بو سماح. دينا بوش مع هذا، وصلناه عند سي محمد، وعطاني سي محمد أنا الأمر باش نروح نحكم رئيس المنطقة اللي هو كان المسؤول تاعي عبد اللطيف طلبه هذا. سي محمد قال لي ديزارميه وتكتفوا جيبو. سي لا رياجي لا يسيي دو رياجي يفو فير بارلي لو فو. لحقنا احنا لما شاف الكابيتان عبد اللطيف هذا بسلاحه يمشي معنا، وصلنا يعني شي عادي دار لي اشاره باللي ما طبقتش الامر. لما فهمته في الحقيقه اسمع كنا انا وبو سمع هذا محمد، عطيته يعني التاريخ كما كنت نعرف عبد اللطيف، قلت له اللي ريكيبيرا. طبعا اللي شيف دوزون استدعوه لجو الاجتماع
باش يكون اجتماع. عرفنا من بعد سي محمد بونعمة عطاهم عرض حال واش وقع، وحكموا باللي لو برمي كوبابل هو عبد اللطيف، كان سبب في الاتصالات والتعدم عبد اللطيف هذا في هذيك الليله. القضية قلنا تحلت في إيطال ولا الرابعة على أي أساس؟ على أساس عدم انضباط بار مزيو ديسيبلينار، لأن هذو زوج خذوا موقف بدون مشاورة. ثم تصفيتهم جسديا، والعقيد صلاح زعموم عليه رحمة الله كان لا يمكن تصفيته ولا يمكن محاكمته في الداخل، فكان لابد أن تحاكمه القيادة، فأرسلوا به إلى الخارج، ولكن في طريقه إلى القيادة العليا في الخارج يعني مات في ساحة الشرف عليه رحمة الله. ومن حيث لا يدرك يكون الرجل قد أنقذ الثورة من مصير مجهول. ومع الحكم القاسي الذي أصدرته الثورة في حق هؤلاء، ظل بورقع متمسكاً بنزاهة ونظافة سريرة القادة الأربعة الكبار، ولكن قانون الثورة كالسيف. لما تلاقوا بدوغول كاين صالح ومحمد والأخضر، وكاين تريكو وماتي ودوغول، ثلاثة مع ثلاثة. سي صالح كيهدر هو الأخير، قال له أنت تعرف النظام تاعنا، كل ولاية حرة وحتى ولاية ما عندها دخل. إلا كان حاب تنيغوسي صح على أساس تقرير المصير، أنت عندك الخمسة لهنا هما أساسيين في الثورة وفي الحكم الحالي في الحكومة وزراء، ديرنا في اتصال معهم ومننا نمشوا لتونس. هذه دوقول عمره ما قالوا له عليها وعمره ما كانت في باله، هما علاه ضربوهم دوقول. بعد دوقول قالوا له أنفا باسيف لا ولياكات دير لابي دي براف، يعني كي نحبسوا لا ولياكات راهو يعني ضربة كبيرة للثورة. هذا هو المعنى، ولكن هذه ما يذكروهاش. الخمسة رام عندك لنا هذيك قال لهم ادوهم، ويمكن قال لهم بلاكم يعيشوا كشهود يعني لم يغب عن ذهن قادة الولاية الرابعة توسيع نطاق عملهم الثوري نحو العاصمة، فسعى هؤلاء إلى إعادة هيكلة مدينة الجزائر العاصمة التي تعد عاصمة الاحتلال، حيث بات الاستقلال على مرمى حجر في تلك الآونة. يعني الهدف تاع التقسيم الإداري الجديد هذا هو، خطر كان ضغط كبير من الدعاية باللي المجاهدين خلاصوا ربما ومحصورين في الجبال وخلاص لهم السلاح، خلاص لهم التموين، خلاص لهم كذا. احنا ماذا بينا درك؟ العمليات تتوزع ونوصلوا وين كان يظن العدو باللي ما نوصلوش. برقعة وأمثاله الذين كافحوا في الداخل يعرفون أنهم لم يكونوا شيئا بدون الشعب. هذا الشعب أعادوا العودة إليه في ما يسمى بعد اجتماع في لتنظيم ما يسمى المنطقة السادسة، منطقة الساحل، لأن تيار لواس والجزائر الفرنسية يضغط، وبالتالي كان يجب أن يبقى ضغط مستمر حتى يفرض الاستقلال. كان يجب أيضا زرع الخوف والرعب في هؤلاء المعمرين. جاني السي الأخضر بورقعة، جاء البيسي ثم حوس عليا، قالوا له شوين راه انا، عيطوا لي قالوا لي السير خضر يحوس عليك. السير خضر كان مسؤول في المنطقه، قال لي فوالا السي محمد يحوس عليك. انا محمد بونعمه، محمد بونعمه كان بوست كوموندون دايرين امور الشريعه، واحد الشرا يقول له داناز اوامر تاع الجيش. على كل حال جيت معاه والتحقنا بالبوست كوموندون تاع الولايه. كي لحقت البوست كوموندون كان جاب نشريف من الخارج، جاب الكاشي تاع لا زون 6 في تي لا كرياسيون تاع لا زون 6، هي كانت تابعه، كانت زون اوتونوم، و
وسي محمد عيط لي وحكى لي، قال لي ورا لا زون اوتونوم هذيك رانا خديناها حنا ورانا رجعناها زون 6 مع لا ريجون تاع الساحل. جايين باش نقربوا للمدينة نسمعوا الأخبار، يعطونا الأخبار تاع النيغوسياسيو وكذا. وقاس سيلفي لهنا 12 تاع النهار كنا ليه كي كان دوغول يخدم ما أمناش، كل واحد يخزر في واحد صح ماشي صح، سي سيلفي ماشي سي سيلفي وبصح صح. ومن بعد ولينا كاع نبكوا نخدم بالخداع. كانت الطلعة الأولى التي دخلت الجزائر، نعم هي من الولاية التاريخية الرابعة، وسي الأخضر واحد منها لا، وسي بوسماحة كذلك. كان لفرقة من مجاهدي الولاية الرابعة شرف دخول الجزائر العاصمة عشية 5 جويلية لعام 1962، ومعهم الرائد الأخضر بورقع الذي يمتطي سيارة مقصورة. هي لحظة فاصلة في تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر. إنه يوم الاستقلال العظيم. اللحظة التي دفع من أجلها مئات الآلاف من الجزائريين أرواحهم فداء للوطن. وقبل ذلك مجاهدون من الولاية الرابعة يسيطرون على مؤسسات حساسة وحيوية في العاصمة كالمطار والميناء ومبنى تلفزيون. كل تأكيد أن الولاية الرابعة كانت سباقة إلى دخول العاصمة بحكم قربها وبحكم معرفتها وبحكم انتماء هذه المنطقة للولاية الرابعة. نعم، الولاية الرابعة والولاية الثالثة كان لهم دور في محاربة الوايس، في وضع النظام والمؤسسات وحمايتها. شدينا احنا دينا الإذاعة والتلفزيون ليلة 5 جويلية 12 تاع الليل، دخلنا دينا العاصمة الإذاعة والتلفزيون والتريزور والولاية وكذا. وبالتالي تم تحرير التلفزيون بقوات جيش التحرير في الولاية الرابعة. دروك يقولوا استلمنا الإذاعة والتلفزيون في شهر أكتوبر، راهي ليلة 5 جويلية وجبنا الإمام ألقى كلمة بالمناسبة وحيى الشعب الجزائري بالاستقلال وكذا، ودار الاستدعاء للناس باش يجوا يحضروا بالمناسبة. وكانت يعني مجموعة الولاية الرابعة بدأوا ينظمون حتى في المجال الثقافي حفلات. والعاصمة مفتوحة، التلفزيون اللي حاب يدير تصريح، الجرائد، الجورناليست. أصدق الولاية الرابعة من أجل يعني شحذ الشعب الذي كان في الطريق خرج، يعني فرحته لم يفرح الشعب الجزائري مثل فرحته بالاستقلال. وكان لا يعرف أن الخلافة التي ستقع. وبالتالي بولام أصدق نظموا تسجيل أغنية الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا، تكسر سيف الدل في الحروب هلكوه الشجعان، ضحت الرجال في الغياب والصحراء وجبالنا، تحيا الجزائر حرة وتحيا الشبان، تحيا الجزائر.